من الشروق لجريدة الوطن اللي كان فيها خبر عن حكم محكمة جنح بالأهلية برئاسة مستشار أنس العبد بحبس والدة تلميذة بمدرسة مصطفى شلبي الابتدائية، حبس 3 شهور وكفالة 200 جنيه بتهمة التعدي على مدرسة داخل الفصل بالشبشب. كمان قضت المحكمة نفسها بحبس والد التلميذة لمدة 6 شهور بتهمة البلاغ الكاذب بعد ما أصاب بنته وادعى في محضر أنه المدرسة أو المدرسة هي السبب. الواقعة دي بترجع لنوفمبر 2012 لما فوجئت المدرسة سمر مصطفى بمدرسة مصطفى شلبي للتعليم الأساسي بوالدة تلميذة بتقتحم عليها الفصل، بتطلب منها السماح لبنتها غير المقيدة بالمدرسة أنها تدخل الفصل، ولما رفضت ضربت والدة التلميذة ضربا بالشبشب وركلتها حسب الخبر في أماكن متفرقة، وكان في محضر للواقعة دي. خبر تاني البطل فيه برضو شبشب، الخبر ولا وشبشب في المدارس برضو، يعني شبشب وفي المدرسة برضو. الخبر المرة دي منشور في موقع دوت مصر بيقول انه محمد نعيم محافظ الغربية فوجئ وهو بيتجول النهاردة في مدرسة ناصر الثانوية ببسيون بوجود مدرس رياضيات لابس شبشب في الفصل، فقرر ان هو يخصم له 10 ايام من مرتبه علشان مش ملتزم بالمظهر اللائق. وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية أنه عنف المدرس وطلبه بأنه يلبس الزي المناسب للحفاظ على مظهر وهيبة المعلمين بين التلاميذ وحذره من تكرار ده. الحقيقة يعني ممكن ناس تبص للخبر ده أنه يعني إيه مشكلة أن الراجل لابس شبشب، يعني الراجل قاعد براحته، ولكن يعني المفترض ان احنا حتى نبتدي نعود عينينا على انه كل مكان ليه لبسه وكل مكان ليه احترامه، ويعني الطلبه يبتدوا هم كمان يتعودوا على ده. يعني ده جزء من النظام برضو اللي احنا عايزينه وعايزين نعمله، دي مش رفاهيات ودي مش كماليات، دي جزء برضو من سلوكيات المجتمع عشان عينه تبتدي تتعود على الحاجه اللي شكلها حلو. لما يبتدي يتعود على الحاجه اللي شكلها حلو يبتدي ما يخرجش منه يعني مجموعة من السلوكيات المتطرفة اللي بنتكلم عنها من بداية الحلقة. من المدرس اللي مش قدوة لمسؤول الصيدلية اللي بيتاجر في السموم، بيقول الخبر في اليوم السابع انه رجال المباحث بمديرية امن القاهرة القوا القبض على مسؤول صيدلية شهيرة بالساحل علشان بيتاجر في الأدوية والعقاقير الطبية غير المسموح بتداولها بالصيدليات، ولقوا جوه الصيدلية 15,000 قرص وكبسولة منشطات جنسية وأدوية مهربة. تحرر المحضر اللازم واخترت النيابة العامة للتحقيق. النهاردة كمان قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل إحالة الدكتور زاهي حواس الخبير الأسري الشهير للنيابة العامة علشان تحقق معاه في المخالفات المنسوبة له في قضية الاستيلاء على مقتنيات أثرية من هرم الملك خوفو بالجيزة. قضت المحكمة بحبس 9 متهمين بينهم 6 مصريين و3 ألمان وتغريم كل واحد منهم 5,000 جنيه وعزل المصريين من وظائفهم بوزارة الآثار. النيابة كانت أحالت القضية لمحكمة الجنايات بعد ما خلصت تحقيقاتها وأشارت إلى أنه المتهمين الألمان كانوا بيحاولوا إثبات أن هرم خوفو الشهير ما تمش بناؤه في عهد الملك خوفو، واستولوا بمساعدة باقي المتهمين على مقتنيات أثرية خاصة بالملك خوفو بتتمثل في خرطوش أثري بيخصه، ونظرت المحكمة القضية على مدار عدة جلسات وأصدرت حكمها المتقدم. نخرج من الموضوعات دي ونروح لأبرز العناوين والمنشطات اللي موجودة في صحافة بكرة. أبرز المنشطات اللي موجودة في صحافة بكرة نبدأ مع حضراتكم من جريدة التحرير. التصريح بيقول الداخلية بيها طابور خامس وبعض القيادات خلايا نائمة للإخوان، ده سامح عاشور نقيب المحامين. السيسي يحارب وحده والقوى السياسية تعيش خيبة وشباب الثورة ينقصه الصبر. الإسكان ترد على التحرير، أسعار الوحدات بتقل 30% عن السوق، وخبراء بيقولوا إن الدولة تتاجر بالشقق. كمان التحرير عاملة تحقيق عن مهرجان السينما، بتقول القاهرة منورة بمهرجان السينما. 10 يناير
اولى مراحل انتخابات النواب، اخيرا ابتدينا نسمع تواريخ. مصدر قضائي بيقول مسودة قانون تقسيم الدوائر أمام الحكومة اليوم، ولا استثناءات لسيناء والبرلمان كاملا نهاية فبراير أو منتصف مارس، والتصويت على 3 أو 4 مراحل. كمان التحرير بتقول كما انفردت الحكومة تبدأ معركة استعادة أراضي الدولة المنهوبة. كمان محافظ البنك المركزي هشام رامز بيقول سددنا نصف مليار دولار من الوديعة القطرية، ورسميا الكاف بتبحث عن بديل لاستضافة الأمم الإفريقية. في جريدة في التحرير برضو على فكرة عملوا إبراز لخبر وفاة الفنانة معالي زايد، واستخدموا جملتها المشهورة اللي كانت في أحد مسلسلاتها، مسلسل الحاوي، عندما قالت معالي زايد لجمهورها يلا بقى رحمة الله عليها. في جريدة الوطن، الوطن تنفرد بأسرار تهريب الأسلحة عبر البحر، وأشهر أنواع الأسلحة كمان اللي بيتم تهريبها. الجيش بيستعد للضربة القاضية ضد بيت المقدس وحرب مسيرات في الجامعة. محمود محي الدين للوطن، لن أعود إلى مصر وأرفض التعليق على الأوضاع الحالية. فيديوز فاضحة تكشف عن تيل سلفي جديد، وده يعني كان التحفظ الحقيقة على استخدام هذا العنوان. نفس الموضوع زي ما قلنا لحضراتكم برضو في بداية الحلقة، هو اللي بيتم إبرازه في اليوم السابع، الفضيحة الجنسية الكبرى في الغربية. جنبيه كمان خبر تاني، صحيفة سعودية إحباط محاولة لاغتيال السيسي، وده نقلا عن الصحيفة السعودية صحيفة المدينة المنورة، إلا إن احنا من شوية لقينا في بيان من الرئاسة بينفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، وهنوضحه في أخبارنا وفي جولتنا في باقي الحلقة. اختفاء ألبان الأطفال يهدد حياة 2.5 مليون طفل. سعر العلبة بيرتفع إلى 57 جنيه، الحصة المقررة لكل صيدلية لا تكفي طفلين، والدعم انخفض 355 مليون جنيه. كمان أخطر 5 ملفات فساد على مكتب محلب، ورئيس الرقابة الإدارية قدم لرئيس الوزراء تحريات كاملة عن فساد رجال نظامي مبارك والإخوان. موضوع لطيف جدا في اليوم السابع احنا توقفنا عنده، وبعد ما توقفنا عنده لقينا انه اللي عامله زميلي محمد الدسوقي رشدي هو اللي عامله. احترس، نظف مكتبتك من هذه الكتب، قائمة الكتب التي تضعك في السجن. دسوقي عامل موضوع بيرصد فيه أهم الكتب اللي ممكن أو عملت قلق في الفترة اللي أو ممكن تعمل قلق في الفترة اللي جاية. القائمة بتضم مؤلفات أورويل والبنا، سيد قطب، المودودي، الظواهري، حسن شحاتة، قد تقود إلى الكلبشات حسب كلام محمد الدسوقي رشدي. القبض على طالب في حيازته رواية 1984، وحبس نجار بسبب 20 كتيب عن فتاوى مؤيدة لمرسي. موضوع لطيف جدا، بننصح حضراتكم أنكم تقروه من اليوم السابع في أعداد بكرة. بعد الفاصل هنكمل معاكم جولتنا في صحافة اليوم. اسمحوا لي أشكر جمهور صبايا الخير العظيم على كل الخير اللي عملتوه.